وصل وصل وصل. مين الوصل؟ مين الوصل؟ صاحب الطلعة البهية والخطوة اللي هي حلال العقد الأبية، الأستاذ بوصمات ابن الست نجية. خليه يدخل يا ابني الخبية. خلي الأستاذ بوصمات يتفضل يا ابني قبل وشه ما يتحرق. بس بقى انا بخاف من الحاجات دي قوي. وتخافي من ايه؟ ده بقصومات، اذا ما صرفش العفريت هناكله. انا رايك والله. اتفضل يا استاذ بقصومات. مين ده؟ ايه ده؟ انت جايب لنا علي بابا يا ابني؟ فيه ايه؟ ده مش بقصومات، ده كايزر. بس بحترم نفسك، الراجل ضيف عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ ايه ده؟ مالك؟ ده هو يخرب بيت الشهرة، يخرب بيتها. اصل انا بدي محاضرات في التلفزيون عن الجن والعفاريت، فاكيد اتفرج. ايوه انا كمان شفتك. فين؟ في قناة الأطفال. سيب في الأطفال. أيوة كنت بكلم على العفاريت الصغننة. حضرتك اللي بتعمل برنامج زيزو النتن؟ أيوة حبيبي. تشوف زيزو النتن؟ أشوف زيزو النتن. أيوة أخويا زيزو، أنا النتن. أنت فرحان؟ بس يا ست. مالك؟ أنتوا عندكم في البيت ده عفريت؟ يعني جايبينك تنصور جنبك في إيه؟ تنصور؟ بقول لك عندكم في البيت عفريت. انا خايف. خد خد والنعم. خد يا راجل، انت لما انت خايف جاي. انا خايف عليكم. بقى له قد ايه في البيت؟ بقى له فتره. مين شافه؟ انا شفته. مين سمعه؟ انا سمعته. قال لك ايه؟ بسني. بس ده عفريت عنده نظر على فكره. وانا ما بسنيش. عفريت عنده عزه نفس وكرامه. انت جاي مع مين؟ اديك في وشك ابعدي. بسم الله. مين الكبير هنا؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الاخ؟ الوكيل يا سيدي. توكيل؟ لا. الاسم السخيف لا ده. لا الوكيل. ليه باباك سماك توكيل؟ شغال في الشهر العقاري بابا؟ إيه ليه كده؟ أختك اسمها كونتراتو؟ يا عيني. أنتوا من عيلة دفتر بتاع الدمنهور. عمك كراسة كان صاحبي. إيه يا راجل أنت؟ ما شاء الله عليك. وانت ابوك كان شغال في فرن عشان يسميك بقصومات. وماله بقصومات؟ البقصومات طويل وانت بتفور معفن. اختك اسمها قرص، ابوك اسمه الحاج فينو. كده 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 كده. ايه اللي بتعمله ده؟ انا هرد لك الاهانه بعد ما اقوم بواجبي. بسم الله. بسم الله يا حاج توكيل. ايوه. العفريت اللي عندك نوع من الجد. اجيب لك ميه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. رجاله مين يا عم؟ ضيوفك. ضيوفك. انت هتعمل فيها جوز اختي؟ اقف لنا بقى. ايوه شرفتنا يا سيدي. عارف مين في بيتك يا راجل؟ مين؟ واو. مين؟ واو. يا واو مش فاكرني. انا بتاع الرحله اللي اتلغت. واو الترابيزه اللي على الخرم مديحه معاه. واو واو. ولا لا دي واو الجماعه غير الواو بتاعتكم. ايه يا طه يا زا؟ مين؟ يا طه يا زا؟ ايه طه زا دي؟ تصدي فيكم ولا فاهم حاجة؟ ده يظهر الكلام بجد؟ انت هتصدق الأستاذ صوابع زينب اللي جايبينه ده ولا ايه؟ سيبوني عليه وأنا هلاعبه. ازيك يا أستاذ بقصومات؟ أهلا يا ست. ازي حضرتك؟ الله يخليك. تحب تشرب حاجة ولا أجيب لك كوباية شاي بلبن أسقيك فيها؟ حتى أنت انفدي بجلدك لقلبك مصورة وأنت واقفة. جرى يا سمكري؟ جاهل أديك في خدك. بسم الله. استاذ قرقيش الواد ده متخلف. انا عايزك انا بحس بيهم. انا عايزك هو بيلعب في الضيوف كده على طول يا حاج. ايوه بس مش مؤذي. انا مالي ده هيفرهدني. معلش انا عايزك. طب الراحه. استني يا عيني. ده مرض نفسي جديد من النوع اللزاق يا حاج. معروف اسمه في امريكا سوليتيب. بيتعالج ما تخافش. بيسموه في اليابان اوهو. قد كده. ده بقى النوع المصري الامير اللي ما بيطلعش ده. خلاص ماشي. ايه طب بالراحه. تعبانه مره تعبانه والله مره تعبانه. طيب يا اختي عايزك انا اعمل بيك. ده مجنون. اعمل ايه؟ عايزك خدمتك يا سيدي. امر. عايزك بس مش عارف فين. تعال ناخد شقه في الهرم. مش عارف فين ايه ده عبيط ده ولا عايزك ايه؟ عايزك في موضوع. امرني. ايه انت بتكلم صرصار في الارض؟ ما تقف بقى.
عاوز ايه؟ عايز خدمتين قبل ما تصرف العفريت. اول خدمه اركب عربيه مرسيدس. عربيه ايه؟ مرسيدس. وعايز العفاريت تجيبها لك؟ يا ريت. العفاريت ما بتجيبش مرسيدس، مستحيل. طب بلاش. ايه؟ مرات الست وحشه قوي وعايزها حلوه. يا ريت يا استاذ. معاك صوره ليها؟ لحظه. هات. لحظه كتر خيرك. هات. اتفضل. عايز المرسيدس لونها ايه يا حبيبي؟ العربيه تكلمني على العربيه عايزها ايه؟ طب بص هنا. لا 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 لا، تاخد الصوره دي وتروح لعمك غبور هيكتب لك تنازل عن المعرض. يلا يلا. تعبان تعبان، عالجوا عشان بيموتوا في الحوض. خلي بالك في الحوض النوع ده. ايوه. لا لا، ايه احنا هنرقص ولا ايه؟ ايه ده؟ لا معلش، لا ممكن يتلبسوا وما فيه. بس يا اولاد بس. أيوه. بس اتفضل. يا حاج استمارات. إيه؟ مين استمارات؟ استمارات توكيل كله ورا حكومه كبيرك، امضى ويرموك في درج ما تقرفناش. يا سلام، ما انت كبيرك كحكه وبيرموك في صاج. يا حاج. ايوه يا سيدي. بسم الله، هات لي حله قلم ونيوم. حله يا مريم. حله يا عيد. يلا السمع والطاعه. اتفضل الحله يا استاذ بقسماط. هات الغطا من ورا ظهرك. الله اكبر الله اكبر. تشعرفك ان الغطا ورا ظهره. شفته وهو بيخبيه يا عم. اصحى اصحى. بسم الله. يلا يلا يا عم. انت الرعب اللي انت هتعمله لنا ده. انا لازم اعمل رعب، مش جاي اطلع عفريت ولا جاي اركب لكم الستاير انا. اهدى يا بابا اهدى. بسم الله. الحله دي الومنيوم؟ الومنيوم، وعندنا كمان الومنيومين. يا راجل شوف عيلة ما بتخلفش تصدق بيه، خد ثوابه. والله اتصدقت بيه بيرجعوه تاني. عندهم حق. ايوه بسم الله. يا ساتر يا رب. اتفضلوا. يا اختي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت طالع لهم؟ استنى يا عاد. طالع لهم يعني؟ لا مش دلوقتي. عشان لو طالع عشان انا ليا فلوس فوق. ايوه بسم الله. يا اختي يا اختي. ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه البيت ده مخروم من فوق؟ يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ استنى يا عاد. ايوه. صراحة حركة حلوة. ايوه. عرفوا لي مين هو؟ ايوه. اسمه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت اللي عندك اسمه عفروت. الله ينور عليك. امشي بلاش غلاسه. ايه التلامه دي؟ ايه التلامه دي؟ ايه ده؟ ايه الراجل في رقبتي؟ ايوه اسمه امه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت امه اسمها عفريت. الله ينور عليك. انت هتدخل عليا العربيه يا حضره الضابط؟ شوف الشحاتين دول. ايه ده؟ فين الضابط؟ الراجل ده وريحه الفل بتاعتك وحشه. فل؟ ايوه فل. ايوه ابوه يا حاج. ابوه اسمه امشي هتخش الحمام عليا يا ريت القلب. ايوه ايوه بسم الله. انتوا هتدخلوا تلاتات تلاتات. الله انت مطلع العفاريت رحله في بيتنا ولا ايه؟ مش فاهم. استنى يا خالد. ايوه تلاتات تلاتات، وقوطة هو اللي هيتقدم. ايوه ايوه يا قوطة. شوف طلباته ايه. جاي من ايه؟ انت بتعصي اوامري يا قوطة؟ جري يا عم قوطة. انت هتعمل لنا فيها كاتشب. لا خلاص اوعى. صلي على النبي. ده انا فعاصه. صلي على النبي ما تخافش. لا لا انا هحرقوه. لا انت بيتي مساحتي. ايه يا قوطة؟ يبدو ان انت نسيت. انا بقسومات يا قوطة. مفيش حته جبنه شيدر وحات ابوك الواحد على لحم بطنه من الصبح. شيدر ايه؟ استناني. ايوه بسم الله بسم الله. عددكم زاد المره دي. ايوه يا استاذ حمام. حياتي النبي ما تحرمني. ولا قاسم خدني واطلع. ايوه حلوه قوي الحركه دي. شرفتونا. اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ ايه ايه اتفضلوا دي؟ اتفضلوا هنا. احنا جايبينك تصرف مش تجيب يا استاذ. انا مش معقول هشرح للعبيط كمان. اسكت يا جماعه. هفهمك بعدين. ايوه بسم الله. ابعدوا بقى خلاص. بس ابعد يا خالد. ابعد يا واد لحاجه تانيه. بس بقى كل واحد اما نشوف هيعمل ايه. يلا ايه ده؟ يلا بس يا وليه بلاش ضحك في حضره الاسياد. طيب ما تترعش لا تتلبس، خليك انت ثابت. يلا ايه ده؟ انت اللي جابك انت؟ ايه اللي جابك؟ مين ده؟ الواد صلصه. ايه هنطبخ فيه ايه؟ ايه اللي جابك؟ انا ما بشتغلش معاك، شغلك مش نظيف. يا عم انت بتحضر نقاش شغله مش نظيف، ارحمنا بقى. استنى يا خالد الموضوع هيقلب غم. انت ايه؟ ايه الجرأة دي؟ جرأة ايه؟ يا نهار اسود. انت باصص فين؟ احنا مش شايفين حاجة. هو هنا؟ انت بتحرجني قدام الزباين؟
يعني انا مش فا... يعني ايه هسيب الشغلانه اديها لك يعني مش هتشتغل هو جنب البتاع دي استنى يا حاج ربنا يستر علينا جميعا ربنا ليه انا الكلمه دي يا نهار اسود انت انت راجل انت اسلاح ده رئيس عصابه ايه الراجل ده يلا تاخد مين ايه تعالى يا حاج ايوه خد الواد العبيط هربه العفاريت عايزه تاخد روح روح يا قاسم روح روح وانا هزورك خميس وجمعه روح اروح فين بيقول لك شغله مش نظيف ممكن 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 ياخدوا خالد لا 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 ياخدوا خالد لا بقول لك انا مش عايزه يا راجل يا خالد يا خالد لا عايز ايه ايه ده انا دمره ايه اللي انت عملته ده استنى ايه اللي انت عملته العيال هتقتل بعض استنى ايه استنى انت تعالى ابعد عنه ما يأذيك صدق بالله اموته وخساره انك تغ يلا انت يا راجل انت ايه انت جاي تصرف العفريت ولا هتصرفنا احنا تعالى ويكون في علمك لو عفرته ما انصرفش كل دقيقه هقتل واحد من اصحاب البيت ايه قاتل خاطف طياره يا اخويا تعالى ايوه لا الدخله دي مش عليا انا بالادب احنا متشكرين يا سيدي احنا عاوزين العفريت شكرا كنت تقول من الاول ايوه ليكوا طلبات على الجزمه ده الحاج وصل امانه صاحب البيت وصل امانه وصل امانه ايه مش مشكله مش مشكله يستعملوني غلط ايوه يا حاج ايوه الاسياد ليها طلبات حاضر هتجيبها نجيبها ان شاء الله تعرف لو قلت هتجيبها وما جبتهاش هيحصل ايه هنشقلط كلنا ورا بعض وانت انا اول شقلوطه فيكم من الاخر انا راجل صريح خلاص ان شاء الله اموره يا سيادي اول طلب حاضر عايزين اتنين مغاربه بس يكونوا من اصل مغربي اتنين مغاربه مين هما دول بيقولوا عبد القادر ياه باقي الحال ينفعوا ده يا بابا تعال إيه؟ خلي بالك هما بيحبوا العبط ها طب ما كويس انا عبيط يا ما انا عارفين بس هتتاخد من وسطينا مش هعرف اجيبك ها هتشقلط لوحدك فوق لا خلي بالك ايوه هيجيبهم يا سيدي تاني طلب حاضر عايزين اتنين زيمبابويين مش عارف تقولها بس يكونوا من اصل زيمبابويين دول بيقولوا عبد المحسن ياه هم دول لا ده شكله عايز يطلع خميس وجمعه سيبه يلا ربنا معاه